السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. آمنت بالله صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون الصائمون، نلتقي مرة أخرى حول مائدة القرآن الكريم وفي هذا الشهر العظيم. لم تعرف الإنسانية دينا قبل الإسلام فعل بأتباعه ما فعل الإسلام بأتباعه ومعتنقيه. لقد كان الإسلام منصفا عندما احترم في الإنسان روحه وجسده معا. اهتم الإسلام بالخصائص والمثل العليا من قيم وأخلاق وغيرها، وفي الوقت نفسه ضمن ضرورات الحياة للغرائز الدنيا، فجعلها تتحرك لكن داخل إطار معلوم وفضائل معروفة، فترك الغريزة الجنسية تأخذ نصيبها لكن في بيت الطاعة وفي فراش الزوجية، وحرم ما وراء ذلك من زنا ومن طرق قد توصل إليه. فقال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولم يقف الإسلام عند هذا الحد، بل جعل للحياة الزوجية حصونا تحميها، فقال سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. نعم أيها الإخوة المؤمنون، أباح الإسلام للمسلم أن يأكل ويشرب لكن في حدود ما أحل الله له وبقصد وعفاف، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. صالح الإسلام بين الجسد والروح، فكان صلى الله عليه وسلم يدعو قائلا: اللهم إني أعوذ بك من الجوع
فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. تعوذ منه صلى الله عليه وسلم مما يضر جسده ونفسه وروحه. فالإسلام أيها الإخوة يريد تطهيرنا وتزكيتنا، هو يطهرنا جسدا وروحا بالغسل والوضوء، ويطهرنا روحا بالركوع والسجود. وفي هذا الإطار تأتي فريضة الصيام، تأتيني صحة رمضان، بل ومدرسة رمضان. ذلك أننا أمام مدرسة ومصحة، مدرسة تعد القلوب والأرواح وتبني الرجال، ومصحة تعالج الأبدان. فرمضان شهر يصومه المؤمن إيمانا واحتسابا، ممسكا بطنه وفرجه وجوارحه كذلك، مانعا نفسه عما كانت تشتهيه فتتناوله بالنهار، فإذا بهذه النفس تمنع وبهذه النفس تردع وتكبح جماحها طاعة لله وامتثالا لأمره عز وجل. وماذا عسى أن يقول المخلوق أمام خالقه، والمريض أمام طبيبه؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يشتري الإنسان منا سيارة أو جهازا إلكترونيا أو ثلاجة جديدة، ومع هذا دفتر به تفاصيل استعمالاتها، وما به تتم صيانتها والمحافظة عليها، وما قد يفسدها ويعطل وظيفتها، وله كامل الثقة في صانعها وينفذ بالحرف الواحد كل صغيرة وكبيرة من توصيات هذا الصانع، ولا ينظر بالمقابل. هذا الإنسان لا ينظر بالمقابل في خلقه وخلقته وخالقه، لا يتحرك الإنسان في مجمل تحركاته إلا في حاجيات بطنه وفرجه، لا يتحرك الإنسان ولا ينظر هذا الإنسان في نفسه، في سمعه، في بصره، في دماغه، في أعصابه، في يده التي يبطش بها، في رجله التي يمشي بها، لا يستشير هذا الإنسان خالقه في أمر هذه الأجزاء والأعضاء التي يحملها، ليرى كذلك طرق استعمالها وطرق المحافظة عليها وتسخيرها فيما أراد خالقها أن تسخر وتستعمل فيه. يتحرك هذا الإنسان حركة ويبذل جهدا، ووسائله في هذه الحركة وفي هذا الجهد ممنوحة له ومتوفرة لديه، ركبت في خلقته وبنيته، ومع ذلك فهو لا يقف وقفة تفكر وتأمل فيما خلق له هو. فرمضان أيها الإخوة المؤمنون فرصة مراجعة لهذا البدن ولهذه الروح، نعرضهما معا على مصحة الصيام، ترميما لما تهدم، وإصلاحا لما فسد، ورجوعا وفرارا إلى الفرد الصمد سبحانه وتعالى. رمضان أيها الإخوة محطة توقف كبيرة تتطلب من المؤمن حط الرحال عندها، تزودا بما يكفي من زاد لمواصلة السير إلى الله على هدى وصراط مستقيم. فيا رمضان أقبلت علينا وأقبلنا عليك، فنسألك اللهم أن تكرم ضيافتنا في هذا الشهر الكريم، وأن تجعلنا من عتقاء النار في هذا الشهر الكريم. يا ذا الجلال والإكرام، يا رحمن ويا رحيم، ارحم ضعفنا وعلم جهلنا وكلنا ولا تكن علينا. عدنا إليك يا ربنا فتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا يا غفور يا رحيم، وارفع عنا ما نحن فيه من الهم والحزن والكرب،
وادفع عنا هذا الداء وهذا الوباء، وأعيد إلينا يا ربنا فضاءاتك وواسع رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. إن تعذبنا يا ربنا فإننا عبادك، وإن تغفر لنا فإنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى.